ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ زين. Last month, Sheikh Zain, we have, alhamdulillah, finished Surah Al-Hadid. Inshallah, for next month, inshallah, we try to finish Surah Al-Waqi'ah, inshallah. Okay, let's try to read Surah Al-Waqi'ah. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ خَافِضَةُ الرَّافِعَةِ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. إن شاء الله this شخص إن شاء الله this is for next month. إن شاء الله I'm trying to have next surah surah al-Rahman. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.